مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط من سوق طريق بالبرنوسي. اليوم معنا اشهر بائع ديال المكونات ديال الشباكية. اليوم غادي يقربنا من الاقبال ديال المغاربة، خصوصا اننا كتفصلنا ايام قليلة على شهر رمضان الفضيل. اليوم معنا عبد الرحيم، اهلا ومرحبا بك معنا. واش باني شفتي؟ مرحبا زيدي، قولي مع الشباكية ولا داكشي اللي نسلو. تعالي محشمي. مرحبا بك معنا خويا عبد الرحيم، شرفتينا في هذا البث المباشر. إذا كان ممكن تقربنا وتقرب مشاهدينا من الإقبال ديال المقادير ديال الشباكية. إيه مرحبا، كاين مقادير جدان كيما بحال اللوز، النفاح، بتلاوة، مسكة حران، مسائل القرفة، كلها كدار سلو كدار الشباكية. ولكن الاقبال اختي ما كاينش هاد العام، راه مع سلعة غالية و كلشي تزاد و داكشي كي غادي كيتزاد، ما كاينش الاقبال هاد العام. مع سلعة غالية، اللوزير 80 درهم. السلعة كلشي غالي، اخنوش خلا علينا، كلشي زادوا فيه، فهمتيني ولا لا؟ هادشي ديال المواد ديال الصندوق كله تزادش ديال الشباكية. اللوز كان داير 70 درهم، دابا وصل 80 درهم، 35 دابا وصل 50 درهم، 60 درهم. السلعه كلها غلاش. كاوكاو جوج لا ندير 60 درهم، وقبل شحال كان داير 35 درهم. يعني بحال جات دوبل. دابا السلعه طلعت غلات. وكاوكاو شحال الثمن؟ كاوكاو داير 45، كان 25 درهم كيلو، زادت فيه 20 درهم. هذا 45 وهذا داير 40 درهم، هذاك 35. السلعه كلها الحمص حتى هو كان ب 20 درهم، دابا وصل 30 درهم. العدس كان 20 درهم حتى وصل 30. ايوا السلعه كلها غاليه هذا العام، فهمتيني. المواطن ما عنده فين ياخذ، الدرويش واكل العصا ما عنده فين ياخذ. بالنسبه للشباكيه يعني بسمع على بزاف ديال المواطنين المغاربه كيقول اللهم ناخذها كي ناخذها نشريها جاهزه، احسن ما انني ناخذ كل حاجه من شويه وعاد غتطلع لي غلا. دابا كلشي غالي، كياخذوا شويه شويه شويه. بالنسبه لي ياخذ مثلا القياس ومثلا واحد الكميه ديال كيلو كيلو، ولا كياخذ دابا نص كيلو نص كيلو، مابقاش كي على حساب غلا الكميه نقصوا منها. غلاء الاسعار دابا العام طالعه بزاف، والمخرج ما كاينش قليل، البيع ما كاينش. بحال هاد لقيت العام اللي فات كان الرواش كان كيشريو، كانت تدخل السلعه، كان دابا الاقبال قليل، ما كاينش الاقبال العام. الناس عندها زيرو درهم في جيبها، مابقاش داكشي اللي كتعرف قبل. دابا راه كلشي كيجيو شنو كياخذوا بزاف؟ كياخذوا اللوز، كياخذوا الججلان، النفاح، بتحلاوه، القرفه، الكوزه، المسكه. دابا مابقاش كياخذوا حتى حاجه، كلشي مع الغلا كلشي تزاد. دابا شنو كيتقداو؟ اكثر حاجه اللي كياخذوها في هاد الايام قبل رمضان؟ كياخذوا اللوز، الججلان، كياخذوا حب بتحلاوه، النفاح، القرفه، الكوزه. كنتي ما بقاش دابا راه كلشي مع الغلا، غالى الاسعار دابا العام كلشي تزاد. يعني حتى الناس هادشي انعكس على القدره الشرائيه ديالهم، الله يكون في عوانهم. اكيد راه ماشي ساهله. بالنسبه للمقادير ديال الشباكيه، بالنسبه يعني الناس اللي كيشاهدونا دابا وبغاو يعرفوا الاثمنه ديالها، المقادير ديال الشباكيه. المقادير ديال الشباكيه كاين مقادير اللوز، الججلان، النفاح، بتحلاوه، القرفه. شحال الثمن ديالو؟ اللوز ديال 80 درهم. ججلان كاين هذا 50 درهم، النافاح بتحلاوة 100 درهم كيلو. يعني اللي غياخذ مثلا واحد كيلو كيلو من الحاجة غياخذ نص كيلو نص كيلو، لا ربع ربع. الناس راه مابقاش اللي ما عندهاش بحالاش تاخذها نص نص. كنشوفوا هنا في مجموعة ديال لي كومونتير، ساسي مراد كتب لك خصو على المواطن خليه ياكل. راه اللي ما عارفينش هو حتى انتوما راه انتوما كتسمعوا. السلعة غالية اختي، السلعة جاية من كتدخل كلشي غالي، فهمتيني. السلعة اللي غالية يعني كتجي غالية. تمشيو تشريوها. راه كلشي دابا تزاد، كلشي مزيون. الجمله تما غلاو السلعه لا هذا لا تخمر اي مرحبا. نعم اختي تفضل.
لحظه لسيدي، مرحبا. حنا كنتكلموا على هاد اللهيب ديال الاسعار. المغاربه اسعار غاليه هاد العام، مواطنين المغاربه واكلين العصا مساكن. والله صراحه الله يكون في العوان ديال الدرويش. بنادم مسكين هذا العام هذا تقريبا بنادم ما تقداش من كل الاقبال. اللي كيجي كيسول على الاثمنه كيمشي والله العظيم. كتجي مراه هي ولادها وراجلها وهذيك كيسولوا مساكن على الاثمنه والله الا كيبقاو فيها بالله. انت شحال تبارك الله وجيت الدومين؟ انا اش نقول لك، عندي شي 12 عام دابا انا في الدومين. واش لاحظتي يعني مؤخرا هذا العام مقارنه بالعام؟ يعني انا 11 عام كاول عام غادي نشوف هاد السنين كامله مختلف على الاعوام اللي دازوا كاملين هو هذا العام. صراحة من ناحيه ناحيه غلاء الاسعار بزاف. الاثمنه غاليه بزاف، الناس مساكن واكلين الاسعار. هذا الشهر هذا حنا راه مولفين، حنا 10 ايام الاولى ديال الرجم و10 ايام الاولى ديال شعبان، وداك الشيء كتكون خدمتي مزيان وكتقضى ثلاث تقضيات اربعه. العام الناس اغلبيه كل مخير هنايا حط التقضيه الاولى باقي كيشوف فيها. يعني مش بعرفتوش تقضيتو من جديد؟ لا ما تعاودناش تقضينا التقضيه الاولى صافي. الله يكون في العوان. بنادم راه مقصح. بالنسبه للشباكيه شفنا بزاف ديال المغربيات كيفضلوا على انهم يشريوها واجده ولا ياخذوا المقادير وعادي يوجدوها. المقادير اللي خداوها راه غادي تجيهم غاليه، هما عندهم ربح ياخذوها واجده. اما حيت الا مشاو بغاو يصايبوا الشباكيه راه خاصهم جنجلان، خاصهم اللوز، خاصهم على الاقل واحد 400 درهم ولا 500. يعني مشكور لانه جراه كبيره منك، قدرتي على انك تعبر ولا تصارح المواطنين المغاربه بهذه الاثمنه. اها صراحه كنقول انا ماشي من هذوك اللي كيبداو يقول لك لا اثمنه رخيصه، لا السلعه طايحه في الثمن باش زعما يجيو عندك. لي انا شوف انا كندوي على الشعب حالي بحال جميع المواطنين. انا كيف ما واحد الحاجه غادي نجيبها انا غنقدر عليها، واحد اخر مسكين ما يقدرش عليها. كليان كيجيو عاملين فاش كيديو كيلو كيلو من الحاجه هذا العام ساكن، كيجيو كيسولو كيمشيو في حالاج. وهذوك الناس اللي كيديو نسكنو من الحاجه هذا العام هذا ما داوش. يعني الناس مساكن الله يكون في العوان. حتى ديك الطبقه المتوسطه اللي كنتي كتاكل معاها الخبز وكيجيو يتقداو سلا وداك الشيء، هي هذا العام مسكينه ما تقداتش، هي ما عندهاش. قلت على قد لحظات تحسب لك باحث مغربي واخا رخيصه ما فيهاش القوام وقاصحه بحال الحجر الدقيق والسكر سلاك. يعني كيهضر على الشباكيه اللي كتشرح، قال لك يعني من الاحسن على انه الناس واخا ياخذوا غير كميه صغيره. اها بالنسبه اها هذيك عاوتاني اللي كان عندي سكينو سكينو ديرها بربعه، اللي عندي كيلو كيلو يدي سكينو سكينو، اللي كيدي جوج جوج يدي كيلو كيلو. هذه عاوتاني انا ننصحكم بها. ولكن بالنسبه لانا كندوي لك على المواطن اللي ما عندوش، اللي كياخذ الشهريه فيها 3000 درهم 4000 درهم، هذاك راه ما غادي يدير لا سلو لا شباكيه لا والو. يا ربي يا ربي تكافى دابا مع المعيشه، حيت دابا السلعه غلات. واش فهمتيني ولا ما فهمتيش؟ يعني المعيشه غلات بزاف، ماشي غير هادشي ديالنا راه كلشي غالي. كلمه اخيره للكليان ديالك؟ كلمه اخيره للكليان ديالي، كنتمنى لهم رمضان مبارك سعيد. والله يسهل عليهم ونتمناهم الله سبحانه وتعالى كل واحد يرزقه الله رزقه باش غادي يتقدى. وتا واحد ما يبقى بلاش ان شاء الله. الله يبارك. يعني مجموعه ديال لي كومونتير كتبوا شوف مسكين انسان باين معقول هذا السيد، فشكرا اكيد مشكور لانه قدر انا كنقول بصراحه شكرا اللي قدر يقربنا من الاثمنه ديال المقادير ديال الشباكيه. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر اخر، تبقاو على خير.